بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم. آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس 37 بعد 200 من سلسلة دروس كتاب فتح باب العناية للعلامة الشيخ علي القاري رحمه الله تعالى ونفعنا به. آمين آمين. وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى: فصل فيما يفسد الإجارة. قال: يفسدها أي الإجارة شروط تفسد البيع، شروط تفسد البيع. لأنه مر معنا أن الإجارة إنما هي بيع المنافع، فيجري عليها عامة أو غالب أحكام البيع. فقال: يفسدها شروط تفسد البيع، وهي الشروط التي لا يقتضيها العقد الذي وقعت فيه. فكل عقد، كل شرط لا يقتضيه عقد الإجارة فهو يفسدها. قال: لأن الإجارة في المنافع بمنزلة البيع في الأعيان، ولذا تقال يحصل فيها، تجري فيها الإقالة وتفسخ، ويجري فيها كذلك الفسخ. والإقالة والفسخ هما من أحكام البيع. قال: والشروط التي لا يقتضيها البيع تفسده، فكذا الشروط التي لا تقتضيها الإجارة تفسدها، وذلك كاشتراط مرمة الدار. كاشتراط مرمة الدار، يعني أنا أؤجرك هذه الدار بشرط أن تقوم بترميمها كلما هلكت، كلما حصل فيها خلل، كلما حصل فيها خلل تقوم أنت بإصلاحه. أي نعم. فهذا شرط لا يقتضيه عقد الإجارة، هو يبطلها. وإدخال جذع في سقفها، يعني مثلا قد يكون الدار قبل أن أستأجرها فيها في السقف، كما قلنا في الماضي كانت الأسقف عبارة عن جذوع أشجار، في جذوع خشب في الأسقف، فهو يحتاج أن يضع فيها جذعا في السقف. نعم. وهو مثلا عاجز عن ذلك، فقال لك: أنا أؤجرك هذه الدار بشرط أن تجعل فيها جذعا في السقف. في هذه الأيام مثلا يقول لك: أنا أؤجرك هذه الدار بشرط أن تصلح النافذة، بشرط أن تصلح الباب، بشرط أن تصلح فيها شيئا مثلا. هذه الشروط كلها لا يقتضيها العقد، هذا يؤدي إلى إفساد وإبطال عقد الإجارة. قال: وتفسد أيضا بجهالة المعقود عليه، كما لو استأجر أرضا ولم يذكر أنه يزرعها أو أي شيء يزرعها. يعني استأجر أرضا ولم يبين الغاية التي استأجرت الأرض من أجلها، أو استأجرها وأخبر المؤجر بأنه سيزرعها ولكنه أطلق ولم يحدد نوع الزراعة. قال: وكذا بجهالة المدة فيما تعلم المنفعة بها. جهالة المدة فيما تعلم المنفعة بذكر المدة، يعني مثل إيش؟ قال: كالدور، الدور لا تعلم المنفعة منها إلا بذكر المدة. فقال: استأجرت منك هذه الدار، أجرني هذه الدار. فقال: أجرتك هذه الدار، ما الحكم؟ ما صح العقد.
لأن المنفعة مجهولة، المنفعة مجهولة لم تذكر المدة. وكذا بجهالة المدة فيما تعلم المنفعة بها كالدور لاستلزامها جهالة قدر المنفعة. المنفعة هي السكنة، ولكن قدرها يومان ثلاثة أربعة شهر، هذا مجهول، هذا يفضي إلى المنازعة، فهذا يؤدي إلى إفساد الإجارة. قال: وكذا بجهالة الأجر، لأن الأجر كالثمن في البيع. وقلنا في البيع جهالة البيع، جهالة الثمن تفضي إلى المنازعة، كذلك جهالة الأجر تفضي إلى المنازعة، وهذا يفسد البيع. وكذا بجعله من جنس منفعة المستأجر. وكذا بجعله، يعني بجعل الأجرة من جنس منفعة المستأجر. المستأجر بفتح الجيم وليس بكسرها. وكذا بجعله من جنس منفعة المستأجر كاستئجار دار للسكنى بسكنى دار أخرى، هذا يفسد العقد. ولبس ثوب بلبس ثوب آخر، أستأجر منك هذا الثوب على أن ألبسه، على أن أؤجرك أنا كذلك، أعطيك الأجرة ثوبا آخر تلبسه بنفس المدة، كذلك هذا يفسد الأجرة. وسيذكر الآن دليل ذلك. وعند الشافعي يجوز، لأن المنافع كالأعيان عنده، فيجوز فيها المعاوضة بنفسها يعني. ومبادلة العين بالعين بجنسه أو بخلاف جنسه صحيحة عند المساومة، فكذلك تصح عند الإجارة، لأن المنافع عنده بمنزلة الأعيان. ولنا ما حكي أن ابن سماعة كتب إلى الإمام محمد وقال: لما لا يجوز إجارة سكنى دار بسكنى دار؟ فكتب محمد في جوابه: إنك أطلت الفكرة وأصابتك الحيرة وجالست الجباء وكانت منك زلة، أما علمت أن إجارة سكنى دار بسكنى دار كبيع القوهي بالقوهي نسيئة؟ كأن القوهي نوع ثياب. بيانه أن المعقود عليه ما يحدث من المنفعة، وذا الذي يحدث من المنفعة وذا غير موجود في الحال. فإذا اتحد الجنس كان كمبادلة شيء بجنسه نسيئة، والجنس بانفراده يحرم النساء عندنا. بخلاف ما إذا اختلف الجنس، يعني أنا مثلا أجرتك هذه الدار وأخذت أجرتها أن تؤجرني أنت مقابلها دابة، يصح ما في مشكلة. قال: بخلاف ما إذا اختلف الجنس، لأن النساء في الجنس المختلف ليس بحرام، كما لو أسلم قوهيا في مروي، يعني ثوبا قوهيا بثوب مروي، فهذا لا يضر. الله. فإن قيل عند اختلاف النوع، يعني إجارة دار بإجارة دابة، اختلف النوع، فإن قيل عند اختلاف النوع
إن لم يفسد لهذا المعنى، إن لم يفسد عقد الإجارة لهذا المعنى الذي هو مبادلة شيء بشيء بجنسه، إذا عند اختلاف النوع إن لم يفسد عقد الإجارة لهذا المعنى الذي هو مبادلة شيء بجنسه نسيئة، يفسد لمعنى آخر، يفسد العقد لمعنى آخر، وهو أن بيع الدين بالدين حرام للنهي عن الكالئ بالكالئ، كما قال قبل قليل المنفعة أنا لم أحصلها بعد، هي ثابتة في الذمة، هي معدومة، هي معدومة، فكيف أنا أبيعك منفعة بمنفعتين وكلاهما معدوم؟ قيل انظر كيف خرجت المسألة، قيل الذي تصحبه الباء هو المعقود عليه، يعني أنا عندما أقول لك أجرتك هذه الدار، أجرتك هذه الدار بركوبي باستخدامي، باستخدامي أجرتك هذه الدار باستخدامي هذه الدابة بأن أستخدم دابتك شهرا، أجرتك الدار شهرا باستخدامي دابتك شهرا. قال قيل الذي تصحبه الباء الذي هو الآن باستخدامي دابتك، الذي تصحبه الباء هو المعقود عليه، هو المعقود عليه، وأقيم المحل مقام المنفعة، أقيم المحل الذي هو الدابة مقام المنفعة، وهو أي المحل وليس وهي أصطح العبارة، وهو عين، وهو يعني المحل عين، فيصير الآخر الذي هو أجرة الدار، فيصير الآخر بمنزلة الثمن، فلا يكون غير العين بغير العين، بل يكون عينا بدين، فذلك جائز. نقرأ العبارة من جديد كي نفهمها بشكل كامل. فإن قيل عند اختلاف النوع، أنا عندما أؤجرك داري بمنفعة دابتك، قيل إن لم يفسد لهذا المعنى يفسد لمعنى آخر، ما هو هذا المعنى الذي يفسد هذا العقد؟ قال وهو أن بيع الدين بالدين حرام للنهي عن الكالئ بالكالئ، قلنا الدين بالدين يعني المنفعة التي هي معدومة بالمنفعة التي هي معدومة. قيل في الجواب الذي تصحبه الباء وهو قولي، وهو قولي أجرتك هذه الدار باستخدامي دابتك شهرا مثلا، قيل الذي تصحبه الباء هو المعقود عليه، وأقيم المحل الذي هو الدابة يعني مقام المنفعة، محل المنفعة، وهو أي المحل الدابة عين، فيصير الآخر الذي هو الدار بمنزلة الثمن، كأنني أعطيتك الآن ثمنا فلوسا مقابل الإجارة هذه الدابة، فلا يكون العقد إذا غير العين بغير العين، بل يكون عينا الذي هو الدابة التي أقمنا عين الدابة محل المنفعة، بل يكون عينا بدين، بالدين الذي هي منفعة الدار، فيكون عينا بدين فذلك جائز ولا ضرر في ذلك. قال فيجب أجر المثل، فيجب أجر المثل، لا يزاد على المسمى، لا يزاد على المسمى، يعني لما يكون العقد عقد الإجارة فاسدا، لما يفسد عقد الأجر، يعني أنا لما أجرتك هذه الدار بشرط أن تصلحها، بشرط أن تصلحها، أجرتك هذه الدار سنة بشرط أن تصلحها، واتفقنا على الأجر 100 درهم، ما حكم هذا العقد؟ قال فاسد، هذا العقد فاسد. طيب ماذا نفعل؟ قال نأتي، ما هو مثل أجر مثل هذه الدار، ما هو أجر مثل هذه الدار لمدة سنة، لمدة سنة، قالوا لنا أجرها
خمسون درهما فأنا أعطيه خمسين درهما وليس المئة المتفق عليها. قالوا لنا أجر هذه الدار لمدة شهر 150 درهما، أنا أعطيه 100 لا أعطيه 150، إذن يجب علي أجرة المثل لا تتجاوز المتفق عليه، لا تتجاوز المسمى، لا تتجاوز المتفق عليه. إذن فيجب في العقد الفاسد في الأجرة نعم أجر المثل لا يزاد على المسمى. وقال مالك وزفر والشافعي وأحمد في الإجارة الفاسدة يجب أجر المثل بالغا ما بلغ، يعني حتى ولو كان أكثر من المسمى، إلا إذا لم يسمى الأجر أو جهل كله. لم يسمى الأجر، فإذا لم يسمى الأجر أو جهل كل الأجر، جهل كل الأجر كتسمية ثوب ما، يعني كيف جهل الأجر كله؟ قال لي أجرتك هذه الدار شهرا على أن تعطيني الأجرة ثوبا، هذا الثوب، الثوب في آلاف الأنواع من الثياب، فالأجرة هنا مجهولة، هي مسمى ولكنها مجهولة كلها، مجهولة كلها كتسمية ثوب ما أو بعضه، أو جهل بعض الأجر، أو جهل بعض الأجر، بعض الأجر أو بعضه كتسمية 100 درهم وثوب ما، وليس أو، أصلح العبارة، وثوب وليس أو، أو بعضه يعني أو جهل بعض الأجر، بعض الأجرة، أو جهل بعضه قلت لك أجرتك هذه الدار سنة بمئة درهم وثوب، فبعض الأجرة معلوم وهو المئة والبعض الآخر مجهول وهو الثوب. قال فحينئذ يجب الأجر بالغا ما بلغ، بالغا ما بلغ، يعني إذا لم يسمى الأجر أو جهل الأجر كله أو جهل بعض الأجر، ما الحكم؟ يجب الأجر بالغا ما بلغ، يجب الأجر بالغا ما بلغ. قال ولو استأجر حمارا إلى مكة، استأجر حمارا إلى مكة ولم يسمي ما يحمل عليه، يعني الآن تنزل عوض عن الحمار نقول استأجر عربية نقل، سيارات نقل، ولم يسمي ما يحمله عليه على هذا الحمار، فحمل على الحمار يعني على الدابة على السيارة، فحمل الحمل المعتاد، يعني هل السيارات يكتبون عليها مثلا هذه مثلا 50 طن قائم تحمل 50 طن، هذه تحمل 60، هذه تحمل 1000، يكتبوا عليها دائما. فلما استأجرت سيارة هي تحمل في الأصل 50 طن ولم أحدد نوع الحمل، فحملت عليها 50 طنا، 50 الحمل المعتاد إلى، فحمل الحمل المعتاد وبلغها، بلغ مكة، وصلت إلى مكة، وجب المسمى، وجب علي المسمى، لا أجر المثل كما قال زفر. زفر قال يجب أجر المثل، ليه؟ قال لجهالة المعقود عليه وهو المحمول الحمل. قلنا لا، إحنا مقدار، وقال لجهالة المعقود عليه الذي هو القدر المحمول، الوزن يعني وزنه. قلنا لا، ما دام هو حمل عليها ما يحمل عادة فلا خلل في ذلك، فلا ضرر في ذلك. قال وصح إجارة دار، وصح إجارة دار كل شهر بكذا، يعني أجرتك هذه الدار، قلت لك أجرتك هذه الدار، لم نحدد سنة أو سنتين، قلت لك أجرتك داري هذه كل شهر بعشر دراهم. قال بلا بيان المدة، بلا بيان المدة.
وصح إجارة دار كل شهر بكذا بلا بيان المدة في شهر واحد. لما قلت لك أجرتك هذه الدار كل شهر بعشر دراهم صح عقد الإجارة بشهر واحد، بشهر واحد، فبعد انقضاء هذا الشهر مباشرة أنا لي أن أسترد هذه الدار. قال لتعذر العمل بالعموم، قال فقط يعني شهر واحد فقط، أي ولا يصح في غير الشهر، ولا يصح في غير الشهر. لماذا؟ قال لأن الشهور لا نهاية لها، الشهور ما قلت لك أجرتك هذه الدار كل تفيد العموم، كل تفيد العموم الأشهر كلها، نعم، فالشهور لا نهاية لها، الشهور لا نهاية لها، نعم. ويتعذر العمل بالعموم الذي يفهم من كلمة كل، نعم، فينصرف هذا العموم إلى المتيقن. ما هو المتيقن؟ شهر واحد فيصح فيه، يصح فيه. قال أي ولا يصح في غير الشهر إلا أن يسمي جملة معلومة من الشهور، يعني أجرتك هذه الدار، نعم، كل شهر بعشر دراهم لمدة سنة، لمدة سنة، فعندها يصح العقد بسنة كاملة. قال فيصح فيها للعلم بالمدة، للعلم بالمدة. الأصل أن الجهالة في المدة هذه شرط فاسد، هذه تفسد، عفوا، هذه تفسد الإجارة، تفسد الإجارة. ولكنه الآن ذكر المدة. قال به قال الشافعي في الإملاء وأحمد واختاره الإصطخري، قالوا إذا تم الشهر كان لكل واحد منهما فسخ الإجارة، كان لكل واحد منهما فسخ الإجارة. ليه؟ قال لانتهاء العقد الصحيح، لانتهاء العقد الصحيح. قال من غير محضر صاحبه، يعني لا يشترط لفسخ عقد الإجارة الآن بحضور الطرف الآخر، لا يشترط ذلك، على قول أبي يوسف. وبمحضره، يعني يفسخ عقد الإجارة في هذه الصورة بمحضر صاحبه الطرف الآخر، على قول أبي حنيفة ومحمد. وقيل لا تفسخ إلا بمحضر صاحبه بالاتفاق، يعني قيل في الأصل لا يوجد خلاف، بل بالاتفاق لا تفسخ إلا بمحضر العاقد المستأجر والمؤجر. وقال الشافعي في الأصح الإجارة باطلة، إذا في رواية عند الشافعي أنها توافق قول إمامنا، وفي رواية أخرى عنه رحمه الله وهي الرواية الصحيحة أن الإجارة في هذا النوع باطلة، لأن المدة مجهولة، المدة مجهولة. إحنا قلنا المدة نعم مجهولة، ولكن يمكن، يعني إحنا لأنه القاعدة عندنا أحبابنا لابد من تصحيح تصرفات العاقد، تصرفات المكلف. فلما قال المكلف أجرتك هذه الدار كل شهر بدرهمين، نعم، هذا الكلام غير صحيح، ولكن يمكن تصحيح جزء منه، يمكن أن نصحح شيئا منه. ما هو؟ نقول له تعذر العمل الآن بعموم كل، فينصرف هذا العموم الموجود في كل إلى ما يمكن أن يصح، إلى شيء متعين. ما هو؟ الشهر، لأنه قال أجرتك هذه الدار كل شهر بدرهم، فيتعين علينا أن نقول أن الإجارة صحيحة في شهر. ليه؟ لأنه قال كل شهر بدرهم، فهذا صار متعينا لا جهالة فيه. وقال مالك الإجارة صحيحة، وكلما مضى شهر استحق الأجر، يعني مكث فيها سنة سنتين ثلاثة، ما إشكال في ذلك، لا إشكال في ذلك، لأن المنافع مقدرة، المنافع الدار مقدرة بتقدير الأجر. قال فلا يحتاج إلى ذكر المدة، فلا يحتاج إلى ذكر المدة. وصحت أيضا في كل شهر يسكن في أوله، وصحت كذلك
في كل شهر يسكن في أوله. يعني لما قال له قال أجرتك هذه الدار كل شهر بعشر دراهم، كل شهر بعشر دراهم. جاء الآن قلنا صح العقد في شهر واحد، انقضى هذا الشهر وبقي المستأجر ماكثا في البيت ومكث أول الشهر، ما الحكم؟ قال صحت الإجارة في هذا الشهر الذي مكث في أوله يوما وليلة. إذن وصحت أيضا بالإضافة للشهر الأول، صحت في كل شهر يسكن في أوله. ولم يكن للمؤجر بعد أن سكن أوله اليوم الأول، يعني اليوم بعد أن سكن اليوم الأول من الشهر الثاني، لم يكن للمؤجر أن يخرجه إلى أن ينقضي إلى أن ينقضي هذا الشهر الذي ابتدأ به. قال إلا بعذر. قال به قال أحمد، قال لأنه بهذا القدر من السكنى، قد يوم وليلة يعني يوم وليلة، لأنه بهذا القدر من السكنى صار معلوما فيتم العقد فيه. فكان كالبيع بالمعاطاة. فلما أنت الآن مكنتني من السكنى بهذه الدار في اليوم الأول، كأنك أعطيتني الدار شهرا ثانيا، فأنا الآن مطلوب مني أن أعطيك أجرته مقابل ذلك. قال فكان كالبيع بالمعاطاة. والمراد بأول الشهر أوله عرفا وهو الليلة الأولى من الشهر ويومها، الليلة الأولى ويومها، وهو ظاهر الرواية وبه يفتى. في بعض المعتبرات قالوا المراد في أوله، قال ساعة من ساعات الليل أو النهار، ساعة من ساعات الليل والنهار، وقالوا كذلك به يفتى. ولكن المعتمد ما ذكره الشيخ علي هنا، لأن الذي ذكره الشيخ علي هنا هو ظاهر الرواية. ولكن أنا أحببت أن أنبه على هذا الأمر، أنك قد تقرأ في كتاب آخر أن الفتوى على القول بأنه لو سكن ساعة لزم المؤجر أن يتركه شهرا كاملا. قال لا، ليس هذا المعتمد، المعتمد ما ذكره الشيخ علي، لأنه هو ظاهر الرواية. قالوا إن سمى أول المدة فذاك، أي فما سماه أولا، وإن لم يسم أول المدة فوقت العقد هو أولها. يعني أنا الآن أجرتك هذه الدار سنة. طيب الآن أجرتني هذه الدار سنة، ولكن لم تقل لي ولم تسألني من متى الابتداء. أجرتك هذه الدار سنة بدءا من أول شوال، فإذا يبدأ عقد الإجارة من واحد شوال. أنت قلت لي أجرتك هذه الدار سنة، وكان هذا العقد الذي جرى بيني وبينك في عشر رجب، ولم أذكر لك ولم أسألك عن بداية المدة، ماذا نفعل؟ قال بداية المدة هي وقت العقد، إذا لم تذكر المدة في العقد. هذا معنى قوله وإن سمى أول المدة فذاك، يعني الذي سماه هو أول المدة. الله. لا إله إلا الله. طيب.
يعني الذي سماه هو أول مدة، وإلا أي وإن لم يسمي أول المدة فوقت العقد هو أولها، هو أول المدة، لأن الأوقات لما تساوت جميع الأوقات بالنسبة إلى ذلك العقد تعين الزمان الذي يعقبه، الذي يأتي عقب العقد، فنقول بداية العقد، بداية المدة من وقت العقد، من وقت العقد، فالآن تحسب المدة. قال فإن كان العقد حين يهل، فإن كان العقد حين يهل أي يبصر الهلال بصيغة المجهول يهل وليس يهل، فإن كان العقد حين يهل بضم الياء وفتح الهاء أي يبصر الهلال بصيغة المجهول يهل، والمراد اليوم، والمراد اليوم الأول من الشهر، فإن كان العقد قد حصل وقد وقع وقد انعقد في اليوم الأول من الشهر، في اليوم الأول من الشهر كانت المدة بالشهور. قال اعتبر الأهلة في شهور السنة كلها، يعني مع أول كل هلال أنا أدفع لك الأجرة، هذا معنى إيش؟ ليه؟ لأن العقد كان العقد حين مع بداية الشهر حين أهل الهلال، لأنها هي الأصل في الشهور. قال الله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، وإن لم يكن العقد حين يهل الهلال، يهل الهلال، بأن كان العقد في أثناء الشهر فالأيام، أي فالمعتبر في شهور السنة كلها الأيام، يعني أنا استأجرت منك عقدت العقد كما قلنا في عشرة رجب، الشهر عندنا إما 29 أو 30، فنقول لك إذن المعتبر هو 29 يوم أو 30 يوم، يعني كل 30 يوما أنا أعطيك أجرة الشهر. ليه؟ لأن العقد حصل أين؟ في ضمن الشهر، وهذا عند سيد أبي حنيفة رحمه الله، وهو رواية عن أبي يوسف وقول للشافعي ورواية عن أحمد، وعن محمد وهو رواية عن أبي يوسف وهو قول للشافعي ورواية عن أحمد، الشهر الأول بالأيام، يعني كيف الشهر الأول بالأيام؟ يعني أنا عقدت الآن معك رجب مثلا كما قلنا في عشر رجب، يعني بقي لرجب كم يوم؟ إذا كان بعشرة بقي معنا يعني إما عشرين يوما إن كان رجب 30 أو ما بقي معنا 29 إن كان 19 إن كان رجب 29، إذا الشهر الأول بالأيام، كيف بالأيام؟ كما قلنا الآن أنا استأجرت بعشرة رجب، يعني 11-12 هكذا إلى 29، ننتظر في آخر الشهر كيف يكون رجب؟ جاء واحد شعبان قال فإذا برجب 29 يوما، إذا الآن لابد أن أكمله، أنا استأجرته في عشرة نعم، ومكثت هكذا إلى 29، يعني كم يوم مكثت؟ 19 يوما، إن استلمت الدار في الحادي عشر من رجب، إذا بقي الآن حتى أكمل هذا الشهر بقي لي 10 أيام أكملها من الشهر الأخير من هذا العقد.
قال: الشهر الأول بالأيام ويكمل من الشهر الأخير، ويكمل من الشهر الأخير، يعني آخر الشهر الأخير في العقد أجلس فيه 10 أيام، 10 أيام، 19 يوما في الشهر في أول العقد، وعشرة أيام في الشهر الأخير، تكون تكملة لشهر رجب الذي ظهر أولا أنه 29 يوما. قال: ويكمل من الشهر الأخير، قال: والباقي من الأهلة بعد ذلك، رمضان، شوال إلى آخره، هذا كله إيش يكون؟ يكون بالأهلة. قال: لأن الأصل في اعتبار الشهور الأهلة، لأن الأصل في اعتبار الشهور الأهلة، والأيام يصار إليها بالضرورة، والأيام يعني يلجأ ويصار إليها بالضرورة. ألا ترى إلى قوله عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم، انظر كيف قال، علق الصيام والإفطار برؤية الهلال، ثم حصلت عندنا ضرورة فقال: فإن غم عليكم، ما الحكم؟ قال: فأكملوا عدة شعبان، يعني الآن يلجأوا إلى الأيام، إلى العدد. الذي ألجأنا الضرورة. قال: والضرورة في الأول من الشهور، الضرورة الآن التي تلجئني لاعتبار الأيام هي فقط الشهر الأول، أما باقي الشهور لا ضرورة فيها، لا ضرورة فيها. قال: فيكمل الشهر الأول من أيام الشهر الأخير، ويعتبر فيما بينهما بالأصل الذي هو الشهور. هذا دليل الإمام محمد والرواية الثانية التي هي لأبي يوسف. قال: ولسيد أبي حنيفة رحمه الله أنه لما وجب تتميم الأول بالأيام قبل ابتداء الثاني، قبل أن يبتدئ الشهر الثاني، وجب تتميمه من الثاني، لأن الثاني متصل به، فابتدأ الثاني بالأيام ضرورة، وهكذا إلى آخر المدة. نعيد فنذكر كيف يعني بالأيام. هنا لابد أن نصحح ما ذكرناه أولا، لابد أن نصحح أو نبين، نوضح ما ذكرته أولا. قلت أولا إما 29 أو 30، يعني أعطيك أوضح لك المسألة أكثر الآن. يعني الآن كما قلنا استأجرنا العقد البيت مثلا بعشرة رجب، فظهر أن رجب 29 يوما، فمضى علي الآن وأنا مستأجر لهذه الدار 19 يوما، فكم آخذ من شهر شعبان؟ آخذ 10 أيام، فيصبح لدي الآن، أنا استأجرت رجب 29 يوما. الآن بدأ الشهر الثاني من الحادي عشر من شعبان، فإذا بشعبان ظهر ثلاثين يوما، فأنا الآن أكمل من شوال 10 أيام، لأنني سكنت في شعبان 20 وبقي 10، فآخذ كذلك 10 أيام، وهكذا كل شهر نفعل هكذا. فمرة لتكون ربما تكون 29، وربما تكون دائما 29، أو تكون دائما 30، لا نعلم، حسب الشهر الذي، يعني حسب تحول هذا الشهر، والله تعالى أعلم. نربط الآن المتن بعضه ببعض. قال: وإن سمى أول المدة فذاك، وإلا فوقت العقد حين يهل، فإن كان حين يهل اعتبر الأهلة، وإلا فالأيام كالعدة، أي كما يعتبر في العدة إذا كانت بالشهور.
قال أي كما يعتبر في العدة إذا كانت بالشهور الأهلة، كما يعتبر الأهلة في العدة إذا كانت العدة بالشهور، إذا كان ابتداء العدة حين يهل الهلال، حين يهل الهلال. والأيام إذا كان ابتداؤها، ويعني والمعتبر، يعني يعتبر الأيام إذا كان ابتداؤها ابتداء العدة في أثناء الشهر. قال وصح إجارة الحمام، يعني صح لك أن تستأجر الحمام، يعني صح أجرة الحمام. يعني في الماضي لم يكن في كل بيت حمام، إنما كان هناك حمامات خارجية، حمامات في الأسواق. نعم، فهل تصح الإجارة فيها؟ قال تصح. القياس أنها لا تصح. لماذا؟ قال لجهالة المعقود عليه. كيف يعني جهالة المعقود عليه؟ أنت تدخل إلى الحمام فتستغرق من الصابون مقدارا مجهولا، وتستغرق من الماء مقدارا مجهولا، وتنبث في الحمام مدة مجهولة، فهذه كلها مملوءة بالمجاهيل، مملوءة بالمجاهيل. فالقياس أنها لا تصح الإجارة، القياس أنها لا تصح، ولكن صحت للتعارف، لجريان العرف بين الناس، ولم يرد في شأنها نص. نعم، فاعتبر العرف في ذلك. قال وصح إجارة الحمام والحجام، الحجام كذلك. أما الحمام فلتعارف الناس. وقد روى الحاكم في مستدركه عن عبد الله بن مسعود أنه قال ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. لذلك استدل بهذا الحديث على مشروعية الإجماع، على مشروعية الإجماع، وعلى أن هذه الأمة معصومة، يعني اجتماعها على شيء تعصم من خلاله من الخطأ. قال وما فيها، ما في إجارة الحمام من الجهالة ساقط، يعني لا اعتبار له. ليه؟ قال لمكان الضرورة. وأما الحجام فمنع أحمد إجارتهم لما أخرجه مسلم عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث. ولنا ما روى الشيخان عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره. زاد البخاري في لفظ ولو كان حراما لم يعطه، وفي لفظ لو علم كراهته لم يعطه، ولمسلم ولو كان يعني أجر الحجام سحتا حراما لم يعطه. ليه؟ انتبه الآن القاعدة التي سيذكرها الشيخ، وهذه القاعدة تحتاجها تماما. اذكر ماذا قال، انتبه ماذا قال. قال وذلك أنه كما لا يحل لأحد أكل الحرام، لا يحل له دفعه إلى غيره ليأكله. واضح؟ يعني أنا الآن زيد من الناس، زيد من يتعامل بالربا وتاب الآن، وبقي معه مال الربا الحرام، هل يجوز هو أن يأكل منه؟ لا، حرام هذا. فهل يجوز لي أن أعطيه لفقير يأكله؟ كذلك لا يجوز حرام. لذلك أفتى بعض المشايخ، يعني وهذه فتوى لا بأس بها، إنسان كان يتعامل بالربا ومعه الآن مال، مبلغ كبير أو قليل من مال الربا الذي هو مال حرام، ماذا أفعل به؟ قال هذا بعض الشيوخ، قال تعطيه لفقير وتقول له لا تأكل به ولا تشرب منه ولا تلبس، لا أكل ولا شرب ولا لبس ولا ركوب، حتى لا تشري دابة. طيب ماذا أفعل به؟ قال تستعمله ثمن وقود، ثمن حطب، ثمن مازوت، سولار،
ثمن وقود، ثمن وقود، اي نعم. او مثلا يدفع فيه فاتورة الكهرباء ان كان فقيرا يعني، اما غير ذلك لا يشتري فيه، يعني يستعمله فيما لا يبقى له اثر، يعني حتى لا يستعمله في مواد التنظيف، لا يستعمله في مواد التنظيف، وانما يستعمله هكذا ليزول اثره، ليزول اثره، يعني هذا ان شاء الله لا باس به. والا ماذا يفعل؟ يرميه في الشارع، يقوم برميه في القمامة، ما يصح هذا، والله تعالى اعلم. اذا القاعده احبابنا يعني ضع تحتها خط كما سافعل انا والله، نضع تحتها خط، هذا كلام ضروري جدا هام احبابنا هذا. اذا كما لا يحل لاحد اكل الحرام لا يحل له دفعه الى غيره لياكله. قال وكره كسب الحجام عثمان وابو هريره والحسن والنخعي لما روينا، يعني من قول النبي عليه الصلاة والسلام كسب الحجام خبيث، ولما في مسند أحمد أن محجصة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام له فنهاه فلم يزل يكلمه حتى قال اعرفه ناضحك وأطعمه رقيقك، يعني الكسب الذي تأخذه من الحجامة لا تأكل منه أنت، وإنما أطعمه لدوابك، الناضحة هي الإبل التي يستخرج بها الماء من البئر، يعني أطعم بهذا المال دوابك وأطعمه رقيقك، أطعم منه عبيدك وأنت لا تأكل منه. قال وصح إجارة الذئر أي المرضع بأجر معين، بأجر معين، والقياس أنه لا يصح، القياس أنه لا يصح إجارة الذئر كإجارة البقرة أو الشاة لشرب لبنها، أنا لا يجوز لي أن أستأجر بقرة لأشرب لبنها، لأن الإجارة أحبابنا كما تعلمون هي معقودة على المنافع ليست على الأعيان، فإذا استأجرت بقرة لأشرب لبنها هذا الإجارة على العين وليس على المنفعة فلا تصح الإجارة. وكذلك عندما أستأجر امرأة لترضع ولدي فهذا المستهلك ما هو؟ الحليب، اللبن، اللبن، فالقياس ألا تصح، القياس ألا تصح إجارة المرضع. ولكن تركنا هذا القياس بالنص، تركنا هذا القياس بالنص. قال وإجارة البستان ليأكل ثمره كذلك لا يصح، لا يصح هذا النوع من الإجارة، إلا أنها، إلا أن إجارة الذئر المرضعة، إلا أنها يعني إلا أن إجارة الذئر والمرضعة صحت لقوله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، فآتوهن أجورهن، والمراد بعد الطلاق، بعد أن طلق زوجته أرادت أن ترضع ولده وطلبت الأجرة قال يجب عليه أن يعطيها، وذلك ولأن ذلك كان قبل النبي، يعني إجارة استئجار المرضعات كان قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، فأقرهم عليه، لم ينكره عليهم فأقرهم عليه. قال ولإجماع الأمة على ذلك، أجمعت الأمة على جواز استئجار الذئر للإرضاء. قال وبطعامها وكسوتها، يعني صحت الإجارة على أن يجعل أجرها طعامها وكسوتها، قالها تعالى أرضعي ولدي وأجرتك أنك تأكلين عندي 3 وجبات كل يوم وأعطيك كسوتين، كسوة في الشتاء كسوة في الشتاء وكسوة في الصيف، وبطعامها وكسوتها. قال ولها الوسط، ولها الوسط من الطعام ولها الكسوة الوسط، وهذا عند أبي حنيفة ومالك، وقال أبو يوسف ومحمد لا يجوز، قال أبو يوسف ومحمد لا يجوز عقد الإجارة بطعامها وكسوتها لأن فيه جهالة، وبه قال الشافعي قال لجهالة الأجرة، لجهالة يعني العقد متفق عليه،
متفق على صحته. عقد الإجارة إجارة المرضعة هذا متفق عليه. أما الخلاف إذن أين الخلاف؟ فقط في الأجرة. قال وللزوج أي زوج الظئر زوج المرضعة وللزوج وطؤها يعني أن يطأ زوجته المرضعة له أن يطأها وهو قول للشافعي وأحمد وقال مالك ليس له ذلك ليس له أن يطأ الزوج زوجته المرضعة المستأجرة ليس له أن يطأها إلا برضا المستأجر. ليه؟ قال لأن الوطأ قد ينقص اللبن قد ينقص اللبن وقد يقطعه بالهاء لا بالألف وقد يقطعه وقد يعني قد يقطع الوطأ اللبن بالحبل بسبب الحبل يعني قد يكون هذا الوطأ محبلا فينقطع اللبن فيعود على ذلك فيعود ذلك بالضرر على الولد. هكذا قال الشافعي وأحمد ومالك. ولنا أن الوطأ حق الزوج قبل عقد الإجارة فلا يتمكن المستأجر من إسقاطه ولا يسقط هذا الحق لأمر مشكوك فيه هل يقع حبل أو لا يقع حبل هل ينقطع اللبن أو لا ينقطع اللبن فهذا أمر مشكوك به لا يؤثر في إسقاط الحقوق لا يؤثر في إسقاط الحقوق. قال لا في بيت المستأجر أي يميل له أن يطأها في بيته هو لا في بيت المستأجر يعني في بيت الذي استأجرها للإرضاع له أن يطأها في بيته بإذنه أي ليس لزوج الظئر وطؤها في بيت المستأجر لأن بيته بيت المستأجر حق المستأجر فليس لك أن تتجاوز حدك أو حقوقك فليس للزوج فعل ذلك فيه في بيت المستأجر إلا بإذنه المستأجر. قال وله أي لزوج الظئر سواء كان ممن يشينه أن تكون امرأته ظئرا أو لا يعيبه أن تكون امرأته ظئرا بأن كان وجيها بين الناس يعني لا يليق به أن تكون أن تبيع إن صح التعبير زوجته لبنها من أجل الفلوس. قال وله في نكاح ظاهر أي معلوم نكاح معلوم من غير إقرار معلوم يعني معلوم بين الناس له إذا كان زوج الظئر ناكحا زوجته نكاحا مشهورا بين الناس معلوما أو يكون عليه شهود نعم وليس ناشئا هذا النكاح بإقرارها ليس وانتبه أحيانا النكاح يقول رجل أنا مثلا فلانة زوجتي فهي تقر لا يوجد شهود ولا يعلم الناس كلهم لا يعلمون أنه زوجها ما الحكم؟ صح النكاح ولكن بماذا؟ بالإقرار صح النكاح بالإقرار فإذا نكاحه صح بالإقرار ليس له أن يمنعها أما إذا كان زواجه مشهورا معلوما بين الناس أو بشهود له أن يفسخ عقد إجارة الرضاعة إن كانت أبرمته بدون إذنه. قال وله في نكاح ظاهر أي معلوم فهمنا يعني إيش أي معلوم يعني معلوم بين الناس أو هناك شهود شهدوا هذا العقد من غير إقرار فهمنا كذلك من غير إقرار ماذا يعني له ماذا قال له فسخها أي فسخ الإجارة إن لم يأذن يعني الزوج لها أي للظئر في الإجارة لأن الإرضاع ينقص من جمالها وفي ذلك إضرار به يعني الإرضاع الرجال في كثير من الرجال يحبون يعني كيف ينقص من جمالها يعني الإرضاع يجعل الثدي
منكسرا ونازلا هكذا. والرجل في من الرجال من يحب الثدي مرتفعا، الثدي مرتفعا، فهذا ينقص من جمالها، ينقص من جمالها. فلها فله أن يمنع، له أن يمنع. أو ربما هذا الحليب الذي ترضعه يفعل عندها شحوب في الوجه مثلا، أو نحول في الجسد، يسبب لها شيء مثلا، فلذلك له هو أن يمنع. قال فله أن يمنعها منه كما يمنعها من التطوعات، من أن تصوم نافلة، من أن تصوم نافلة. قال لا إن أقرت الظئر، لا إن أقرت الظئر بنكاحه، يعني ليس له أن يفسخ الإجارة إن أقرت المرأة بالنكاح ولم يكن النكاح مشهورا بين الناس أو عليه شهود، لأن الإقرار، لأن الإقرار أحبابنا كما تعلمون هو حجة قاصرة، حجة قاصرة غير مقبولة في إبطال حق الغير. وهنا حق الغير حق المستأجر، حق المستأجر. فإن كانت هي قد أقرت بهذا النكاح، قد هي تكون تآمرت، هي عقدت فعلت عقد إجارة مع هذا الرجل لترضع ولده، ثم لم يعجبها الحال، فهي أرادت الآن أن تفسخ عقد الإجارة، فتواطأت مع رجل وقالت له تعال ادعي أنك زوجي وأنا أقر بذلك وافسخ وقل أنا لست موافقة لهذا العقد، ألست موافقا بهذا العقد، وأقرت بأنه زوجها. قال هذه هذا الإقرار، الإقرار حجة قاصرة غير متعدية، فلا تكون صالحة لإسقاط حق الغير الذي هو المستأجر، لا يكون هذا الإقرار صالحا لإبطال حق الغير وإسقاطه وهو المستأجر. قال إلا إن أقرت الظئر بنكاحه، لأن عقد الإجارة قد لزمها، هي أقرت بعد أن لزمها عقد الإجارة وأرادت هي أن تتنصل منه. قال وقولها غير مقبول في حق المستأجر، قولها إقرارها غير مقبول، ليه؟ كما قلنا لأنه حجة قاصرة. فهمنا أحبابنا هذا الكلام؟ هذا الكلام فيه شيء من الغموض، واضح إن شاء الله تعالى. قال ولأهل الصبي، ولأهل الصبي أي أوليائه، انتبه المراد بالأهل هنا الأولياء، ولأهل الصبي أوليائه يعني، فسخها أي الإجارة إن مرضت الظئر أو حبلت، أو حملت، صافي عند حبل حمل، لأن لبن المريض والحامل يضر بالصغير، يضر بالصغير، لبن الحامل يصبح ماء فقط لا دسم فيه أبدا، لا دسم فيه. وأحبابنا هنا نلاحظ كذلك لبن الحامل ربما قد يضر من ناحية أخرى، وهي أن المرأة لها أول الشهور الثلاثة والأربعة يسمى يعني عندنا في الشام الوحام، يعني تصبح لها حالة نفسية معينة، حالة نفسية معينة، ربما تمتنع من الطعام، ربما يصبح عندها كآبة، ربما يصبح عندها آلام أوجاع إلى غير ذلك. هذه الحالة النفسية التي تعتريها في الشهور الثلاثة أو الأربعة الأولى كلها تنعكس على هذا اللبن الموجود في صدرها، فيأخذ هذا الطفل الذي يرضع من هذا اللبن يأخذ لبنا معيبا. ثم قال وعليها أي الظئر، يعني شرع الآن الشيخ رحمه الله تعالى في بيان واجبات الظئر، واجبات المرضعة. قال وعليها أي الظئر غسل الصبي وغسل ثيابه من البول والغائط ونحوهما، وإصلاح طعامه، كذلك يجب عليها إصلاح طعام الصبي من طبخ ونحوه، وإصلاح طعامه ودهنه، كذلك تدهن الصبي إن احتاج إلى دهن بالزيت أو بأي دواء يعني،
للعرف، لأن العرف جرى في ذلك، للعرف على أن الظئر هي التي تتولى ذلك، فصار كالمشروط، فصار كأنه مشروط منذ بداية العقد. قال: والأصل أن الإجارة إذا وقعت على عمل فما كان من توابع ذلك العمل ولم يشترط في الإجارة على الأجير، ولم يشترط في الإجارة على الأجير، قال: فالمرجع فيه للعرف. كذلك هذا الأصل ينبغي أن يحفظ وأن يبقى في الأذهان. الأصل أن الإجارة إذا وقعت على عمل فما كان من توابع ذلك العمل، ولم يشترط في الإجارة على الأجير، فالمرجع فيه للعرف. قال: وعلى أبيه، أي أبي الصبي. طبعا هنا قال الشيخ: وعلى أبيه وعلى أبي الصبي، المراد هنا يعني على من نفقة الصبي عليه، ليس المراد خصوص الأب، بل هو على من نفقة الصبي عليه، سواء كان والده أو غير والده، أو غيره ممن تجب عليه نفقته. فلو مات من تجب عليه نفقة الصغير فيكون هذا الأجرة، فيكون أجرة الظئر على الوصي، ولكن الوصي لا يدفع أجرة الظئر من ماله، وإنما من مال الصبي، والمراد بهذا أحبابنا، المراد من هذا الكلام الذي ذكرته لكم الآن، أن الإجارة إجارة الظئر لا تبطل بموت أبيه ولا بموت من نفقته عليه، أي نعم، ما دام هناك من يتولى بعد ذلك، فالمتولي أمر الصبي بعد وفاة الأسبق، أي نعم، هو الذي يدفع الأجرة لهذه الظئر. قال: وعلى أبيه، أي أبي الصبي، الأجر، أي أجر الظئر، وثمنها، ثمن الظئر، قال لا، أي ثمن ثيابه وطعامه وما يغسل وما يدهن به، يعني هذا كله إيش؟ على أبي الصبي أو وصيه أو من تجب نفقته عليه. قال: لأن أجار المرضعة وثمن الثياب وثمن ما يغسل إلى آخره، هذا كله من نفقته. فإن أرضعته، أي الصبية، بلبن الشاة أو غذته، بتشديد المعجمة، أي ربته بطعام، ربته بطعام وليس بلبنها، ومضت المدة، أي مدة الإجارة، فلا أجر لها. ليه؟ قال: لأنها لم تأتي بالعمل الواجب عليها. العمل الواجب عليها هو الإرضاع، والذي قامت به ليس إرضاعا، وإنما هو إيجار وليس بإرضاع، وهو غير ما وقع عليه العقد. وقع العقد على ماذا؟ على الإرضاع، وهذا ليس بإرضاع. وبه قال مالك والشافعي وأحمد. قال: حكم الإجارة على العبادات. قال: ولا تصح الإجارة للعبادات. في شرح الوافي: والمذهب عندنا أن كل طاعة يختص بها المسلم فالاستئجار عليها باطل، كالأذان والحج والإمامة. إيش يعني طاعة يختص بها المسلم؟ يعني الأذان لا يقوم به غير المسلم، الإمامة لا تكون لغير المسلم، والحج لا يكون لغير المسلم، هذه عبادات خاصة بالمسلمين.
وتعليم القرآن وتعليم الفقه، وهو نص أحمد. كذلك أحمد، الإمام أحمد نص على هذا الكلام، وقول عطاء والضحاك والزهري والحسن وابن سيرين وطاووس وابن سيرين وطاووس وابن سيرين وطاووس والنخعي والشعبي. وقال مالك والشافعي وأحمد في رواية تصح الإجارة في كل ما لا يتعين على الأجير فعله، في كل ما لا يتعين على الأجير فعله، كالاستئجار لبناء المسجد، حتى لو تعين الإفتاء أو الإمامة أو تعليم القرآن أو تعليم الفقه إلى غير ذلك، أو كان على أو حتى لو تعين الإفتاء أو الإمامة وما ذكرناه على واحد بحيث لا يوجد غيره، لا يوجد غيره، قال لا تصح إجارته، لا تصح إجارته، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم استدلال آن دليل مالك والشافعي وأحمد على أنه يصح أخذ الأجر على هذه الأمور، لأنه عليه الصلاة والسلام زوج رجلا بما معه من القرآن. وإذا جاز تعليم القرآن، وإذا جاز تعويد القرآن تعليم عوضا في باب النكاح، جاز كذلك في باب الإجارة. ولأن أبا سعيد الخدري رقى بفاتحة الكتاب وأخذ قطيعا من الغنم، أخذ قطيعا من الغنم واقتسمه هو وأصحابه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أخذه أجرة على الرقية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. ولأنه يجوز أخذ الرزق عليه من بيت المال، يعني الأمير المؤمنين حاكم المسلمين جعل في بيت المال رواتب شهرية يعطيها للأئمة والخطباء والمدرسين والمعلمين القرآن، يعطيهم رواتب شهرية، يجوز لهذا بالاتفاق، هذا يجوز بالاتفاق، لا خلاف فيه، هذا لا خلاف فيه. قال ولأنه يجوز أخذ الرزق عليه من بيت المال فيجوز الأجر عليه، فإنه بمعناه، يعني فإن الأجرة هي بمع أخذ الأجرة بمعنى أخذ المال من بيت المال. ولأنه قد يحتاج إلى الاستنابة في الحج عمن وجب عليه وعجز عن فعله ولا يوجد متبرع به، بده لا بد شخص يأخذ الأجرة، يأخذ أجرته على هذا الحج. قال ولنا ما روى أحمد وإسحاق ابن راهوية وابن أبي شيبة وعبد الرزاق من حديث عبد الرحمن ابن شبل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن، هذا أمر، اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به، ولا تأكلوا به، يعني لا تأخذوا المال على إقرائه وتعليمه وتدريسه، لا إياكم أن يكون القرآن سببا لطعامكم وشرابكم، ولا تأكلوا به، إياكم أن يكون القرآن سببا للطعام والشراب، ولا تأكلوا به، ولا تجفوا عنه، ولا تجفوا أي لا تتركوا تلاوته، لا تهجروا تلاوة القرآن، ولا تجفوا عنه، ولا تغلوا فيه، ولا تغلوا فيه. المغالاة أصل فيها هي تجاوز الحد، عندما تثني على إنسان بما ليس فيه تقول غاليت في مدحه، غاليت في مدحه. وهنا ولا تغلو فيه يعني لا تتجاوز حد القرآن من حيث اللفظ، من حيث لفظ القرآن أو من حيث معناه، من حيث لفظ القرآن أو من حيث معنى القرآن، بأن تتأولوه بتأويلات باطلة لا يدعمها الدليل والبرهان. هذا تجاوز، هذا الغلو في القرآن. وبعضهم قال، بعض العلماء قال الغلو في القرآن بمعنى أنهم إياكم، النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نتفرغ لقراءة القرآن ونترك غيره من العبادات،
فمن من المغالاه في القران ان نبذل جهدنا كله في قراءه القران ونهمل الصلاه مثلا او الذكر او طلب العلم او غير ذلك، هذا منهي عنه، هذا منهي عنه. وكذلك بعض الفقهاء قال يعني من المغالاه في القران، من المغالاه في القران قال لا تغلو فيه، بمعنى أن لا تبذلوا جهودكم يعني تستفرغوا جهودكم في قراءته وتجويده، تجد ما شاء الله يجود القرآن وكهكذا يجلس وكأنه قالب خشبي هكذا ويقرأ بسم الله الرحمن، هذا من المغالاة، هذا من المغالاة. قالوا فالمغالاة إذا ألا تبذلوا جهدكم في تجويده وتتركوا تدبر معانيه، فيشغل فكره كله إيش؟ أن الباء تكون من الشفة والفاء من بطن الشفة، وينبغي أن تكون الفاء هكذا، ف والسين تحتاج إلى صفير، والصفير ينبغي أن يكون بمقدار حركة، وبعضهم قال بمقدار حركتين، وهكذا يبدأ يشغل مخه كله إيش؟ الراء هنا مفخمة، والتفخيم ينبغي أن يكون بهذه الطريقة، الراء حرف تكرار، إيش يعني حرف تكرار؟ بعضهم قال يعطيه تكرارا بسيطا، وبعضهم قال لا، إياك لا تعطيه تكرار، وإنما الأصل فيه التكرار، ويبدأ يشغل مخه بهذه الأمور أثناء القراءة. قال هذه من المغالاة، هذه من اقرأ القرآن، القرآن هين لين لا يحتاج إلى هذا التشديد وهذا التنطع. للأسف إلى الآن يعني يظهرنا على شاشات التلفزي فلان وفلان وفلان يجلس يقرأ القرآن هكذا، بسم الله الرحمن الرحيم، ليس هكذا. يعني يا لسنا شيخ القراء الشيخ حسين خطاب رحمه الله وشيخ القراء الشيخ محمد كريم راجع، وسمعنا قراءتهم، والله ما قرأوا القرآن هكذا، ما قرأوا القرآن هكذا. فأنا لا أعرف من أين يأتون بهذه الطريقة، هذا وهذه المغالاة، هذه هي المغالاة. القرآن بسيط، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، هكذا يقرأ، هكذا تلقينا، فمن أين يأتون بهذه الكيفيات لا أعرف، لا أعلم. المهم، ولا تغلوا فيه ولا تستكثروا، كذلك ولا تستكثروا به، يعني لا تجعلوا القرآن سببا للإكثار من الدنيا، للإكثار من الدنيا. يعني الأصل أحبابنا في أهل القرآن، أبعد الناس عن الدنيا أهل القرآن، أزهد الناس بالدنيا أهل القرآن، أهل القرآن هم أهل الله وخاصة الله عز وجل، فهم أزهد الناس في الدنيا. اللهم اجعلنا وزوجاتنا وأبناءنا وبناتنا وأحبابنا والمسلمين جميعا من أهل القرآن، آمين آمين. إذن الشاهد فيه في هذا الحديث، يعني خرجنا الآن عن الموضوع بالكلية، لكن أحببت أن نقف على معاني هذا الحديث، ولا تأكلوا به، هذا الشاهد في الحديث. قال وما روى أبو داود وابن ماجه عن عبادة بن الصامت قال علمت ناسا من أهل الصفة القرآن وأهدى إلي رجل منهم قوسا فقلت ليست بمال، هذه القوس ليست مالا، وأرمي بها كذلك في سبيل الله. الآن أنت حفظت إنسان قرآن فأهداك مثلا دبابة أو مدفع في سبيل، تأخذوا هذا ليقاتل به أعداء الله عز وجل، ثاني يوم يجعلونك في قائمة الإرهابيين وتلاحق في قائمة الإرهاب، فلان عنده في البيت مدفع، أما اليهود عندهم مدافع ما في مشكلة. الله قال إذن وأرمي به في سبيل الله. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إن أردت أن يطوقك الله طوقا من نار فاقبلها، وفي رواية فقلت ما ترى فيها يا رسول الله؟ فقال جمرة بين كتفيك تقلدتها أو تعلق أو تعلقتها. إذا انظر ماذا قال، جمرة، فهذا دليل أنه إيش، لا يجوز هذا الأخذ، لو كان يجوز لما
أظهر له هذه العقوبة الناتجة من أخذ هذه الهدية. قال: وروى أصحاب السنن الأربعة بطرق مختلفة بطرق مختلفة. فلفظ أبي داود والنسائي عن عثمان بن أبي العاص قال: قلت يا رسول الله اجعلني إمام قومي. قال: أنت إمامهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. وروى الترمذي في جامعه مسندا إلى الحسن عن عثمان بن أبي العاص قال: إن آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. وحديث التزويج الآن يرد على أدلة المبيحين لأخذ الأجرة. قال: وحديث التزويج ليس فيه تصريح بأن التعليم صداق، فلعله زوجها إياه بغير صداق إكراما له، لأنه من أهل القرآن، كما زوج النبي صلى الله عليه وسلم أبا طلحة أم سليم على إسلامه، فإن النكاح يصح بدون ذكر المهر، ومع ذلك يجب مهر المثل، يجب مهر المثل. قال: وتكون الباء في قوله زوجه بما زوجتكها بما معك من القرآن، زوجتكها بما معك من القرآن، فتكون الباء مكان اللام، أي زوجتكها لما، فتكون اللام عوضان إيه عن الباء، عوض عن بما، فتكون لما للتعليل، فتكون إذن زوجتكها أنا الآن بدون مهر. ليه؟ لأنك من أهل القرآن، لما معك من القرآن، لما. أو لعل المرأة وهبتها له باعتبار ذلك. ومعنى قوله أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، معنى ذلك الجعالة في الرقية، الجعالة في الرقية، وليس الأجر، وليس الأجر، الجعالة هي تفارق الأجر، الجعالة تفارق الأجر، تفارق الأجر. قال: الجعالة، الله، ما هي الجعالة؟ الجعالة أو نقول الجعل، الجعل هو ما يجعل مقدار من المال أو غير المال، شيء يجعل للإنسان على شيء يفعله، هو ليس أجرة. ليه الفرق بينهما؟ الأجرة الإجارة تبطل بالجهالة، أما الجعالة لا تبطل بالجهالة، لا تبطل بالجهالة. فقال: إن هي الجعالة في الرقية، لأن ذلك في سياق جزاء الرقية، ودائرة الجعالة أوسع من دائرة الإجارة، ولهذا الجعالة تجوز مع جهالة العمل والمدة دون الإجارة، أو أن المأخوذ منه قطيع الغنم الذي أخذ منه، يعني قطيع الغنم، كان كافرا غير مستأمن فجاز أخذ ماله، أو أن حق الضيف واجب، فرض على هذا القوم أن يضيفوا هؤلاء، أو أن حق الضيف واجب ولم يضيفوهم فأخذوا منهم هذا المقابل، أو أن الرقية ليست بقراءة محضة، هناك يعني الرقية قراءة القرآن، وهناك أدعية، ربما تعويذات إلى آخره، فجاز أخذ الأجرة عليها لأنها ليست بقرآن محض. الآن يرد عليهم استدلالهم أن الإمام والقارئ القرآن ربما والمدرس يأخذ رزقا من بيت المال،
قالوا أما الرزق من بيت المال فيجوز لمن يتعدى نفعه، كل من يتعدى نفعه يجوز له أن يأخذ من بيت المال كالقاضي، المدرس، العساس، الحراس، غير ذلك، لأن بيت المال من مصالح المسلمين فجرى مجرى الوقف عليهم، كأن هذا المال موقوف على هذه الفئة من الناس، بخلاف الأجرة، بخلاف الأجرة. وأما الاستنابة عن الحج فللآمر ثواب الإنفاق، فللآمر ثواب الإنفاق، وبه يسقط الفرض عنه فيكون أجرة للخدمة وليس أجرة على الطاعة أو لقطع المسافة، وعلى تقدير أن الأفعال تقع عن الآمر لا تكون إجارة على الحج بل إنفاقا عن النائب، إنفاقا عن النائب، يعني هذا الذي ينفق المال ليحج هو لم يأخذ أجرته بل هو ينفق هذا المال عن الآمر، بل إنفاقا عن النائب لا تكون إجارة. قال وعلى تقدير الفاتقة عن الأمر لا تكون إجارة على الحاج بل إنفاقا عن النائب، تمام، بل إنفاقا عن النائب، يعني هذا المال أنا الذي أعطيه للمأمور ليس أجرة بل هو لما ذهب ليحج يحتاج إلى نفقة، يحتاج إلى نفقة، فأنا أعطيته ما ينفق به على نفسه، على النائب يعني المأمور به، فهذا المال ليس أجرة وإنما هو نفقة له يحتاجها لتنفيذ ما أمرته به. قال ويفتى اليوم بصحتها، أي الإجارة، يعني بصحة الإجارة على الأذان والإمامة وتعليم القرآن، لأن المتقدمين إنما منعوا منها لرغبة الناس في زمانهم في فعلها احتسابا، كانوا يتسارعون إلى ذلك. يندر كنت أن ترى إنسانا يأخذ مالا مقابل تعليم، ما كنت تجد من يأخذ مالا مقابل تعليم أو تدريس أو أذان أو خطبة، مستحيل، كنت لا تجد. حتى على العكس كان العلماء يحاربون الطلاب، لو أن طالبا قدم هدية لأستاذه كان يقول له إما أن تضع الهدية وتحرم من الحضور وإما أن تأخذ هديتك وتحضر الدرس، أنت في الخيار، أما تعطيني هدية وتحضر الدرس لا، أنت اختر، إما أن تأخذ هديتك إلى بيتك وتحضر درسي على العين والرأس بالمجان أهلا وسهلا، أو تضع الهدية وهديتك مقبولة على العين والرأس ولكن أنت لا ترينا وجهك بعد اليوم. فالطالب لا، أخذ الهدية أجعلها في بيتي كي أنتفع من الشيخ. أنا أعرف، أنا أعرف بعض الطلاب كانوا يهدون شيوخهم، وكان شيوخهم بحاجة لفلوس ولكن لا يأخذون المال من أحد أبدا. فوكان عندهم طلاب أثرياء، فكماذا يفعلون؟ يضعون المال في ظروف، وفي الليل يذهبون يطرقون الباب ويرمون الظرف ويمشون، ولا يعرف الشيخ من أين أتى هذا المال، ويقضي حوائجه. نعم، وانا اعرف عندنا كان شيخ في دمشق اسمه الشيخ احمد العسي، توفي رحمه الله تعالى، اكرمني الله عز وجل وقرات عليه تقريبا 10 أجزاء من القران، هذا كلام قديم. كان الشيخ احمد العسي رحمه الله تعالى عنده عربيه نقل قديمه، كان يعمل عليها كل يوم 3 ساعات 4 ساعات، ويجلس بعد ذلك طيله النهار وكثير من الليل يحفظ الناس القران، عمله تحفيظ القرآن، كبار علماء دمشق حفظوا القرآن على يديه، كلكم يعرف الدكتور مصطفى البغا على يديه حفظ القرآن، حفظ على يديه لا أقول المئات بل الآلاف. نعم، فممن حفظ على يديه ولدان صغيران، نعم، وكان أبوهما من كبار الأثرياء عندنا في دمشق، فلما كبرا وصار عندهم أموال أحب أن يغير الشيخ عربيته المهترئة الهرمة التي تكاد تمشي أو كما يقول العامة في الصعود تقول قم بدفعي وفي النزول تقول قم أمسكوني كي لا أقع، فاشتروا له عربية فاخرة نوع جيد يعني حديثة، وقدموا له إلى البيت وأعطوه المفاتيح
إيه نعم، بتواضع وتذلل، وقبلوا يديه فقال لهم: هديتكم مقبولة ولكن أنا وهبتكم إياها. ورفض أن يأخذها، رفض أن يأخذها. هكذا أهل القرآن، هكذا أهل القرآن، هم تجار مع الله، تجار مع الله. اللهم اجعلنا من المخلصين المخلصين. آمين آمين. إذا كانوا نعم، إنما منعوا منها لرغبة الناس في زمانهم في فعلها احتسابا، وفي مجازاة فاعلها بالإحسان بلا شرط، بلا يعني إن أعطاني بدون شرط ربما أقبل، ربما يقبل. وفي هذا الزمان قد زال المعنيان، ففي عدم صحة الإجارة عليها تضييعها، تضييع الأذان، تضييع الإمامة، تضييع التعليم والتحفيظ، ولا يبعد أن يختلف الحكم باختلاف الأزمنة. ألا ترى أن النساء كن يخرجن إلى الجماعات في زمنه عليه الصلاة والسلام، وأبي بكر حتى منعهن عمر عن ذلك. وفي الهداية: وبعض مشايخنا استحسنوا الاستئجار على تعليم القرآن اليوم وعليه الفتوى. وفي النهاية: يفتى بجواز الاستئجار على تعليم الفقه أيضا في زماننا. وفي المجمع: وقيل يفتى بجوازه، أي الاستئجار على التعليم والإمامة والفقه. وفي الذخيرة والروضة عن بعض أصحابنا: يجوز في زماننا للإمام والمؤذن والمعلم أخذ الأجرة. ثم قال: فصل في حكم الإجارة على المعاصي. نقف هنا، والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.